مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان الإهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلق شوطنا الثالث عشر الذي يحمل تحديات الإبكار. الحقائق من المسافة هي 3 كيلومترات. انطلق وأبدأ مع المركز الأول ليجد الشبابية، تأتي مع المركز الأول سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي، يأتي على صدارة أو هناك البداية. نعم، إيجاد محمد بن حمد العويسي يقدم إيجاد على المركز الأول، المركز الثاني الوصول مع شديدة محمد بن أحمد بن ويمل العامري، ثالث المراكز تصل الشبابية سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي، ورابع المراكز جبارة سالم بن محمد بالضبيع الكتبي يصل مع انطلاقة جبارة المركز الرابع، الوصول مع الوارية القادمة بكل قوة علي بن عتيج بن مهير بن رشيد الكتبي قاتم مع الوارية وتحدياتها الممتازة واليازية قادمة. هناك سيف الراشد بن سالم بن شاوي القفلي قادم مع اليازي وتحديات اليازي وجلمودة قادمة بالانطلاق. الممتاز رابط بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي بهذا الانطلاق المميز، وطماع الدحام بن سالم الخريباني النعيمي واصل بانطلاق مميز وبتحديات مميزة ورائعة، وأيضا الوصول والله مع انطلاقة وتحدياته القادمة ضبا سعيد بن راشد بن مرخان الاكتبي يقدم انطلاقة ضبا وتحدياته الممتازة والأسماء قادمة، وأيضا وصلت بهذا الانطلاق وتقدمت عوايد راشد بن ناصر بن سالم العويسي قادم بالأداء الممتاز وبالانطلاق المميز، وحفلة محمد بن عبد الله بن خليفة المهيري. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الرائع، إلى الأسماء المتقدمة مع المركز الأول. ما زالت إيجادة، ما زالت إيجادة موجدة هذا اللغز وموجد هذا التحدي الممتاز بأداءه المميز. محمد بن حمد العويسي يتقدم بالأداء الممتاز. 1200 يا من تتابع وتراقب هذا الانطلاق، وايضا جلموده نابت بن سلطان بن علي بن رشيد غادم مع جلموده المركز الثالث. هناك طماع الدحام بن سالم الخريباني النعيمي، وايضا الوصول والانطلاق في هذه اللحظات القادمة بكل قوة. وصلت اليازي سيف الراشد بن سالم بن شاوي الغفلي، ولكن عوده إلى الصدارة، عوده إلى إيجاد إلى المركز الأول، إلى الصدارة. محمد بن حمد العويسي يقدمها على صدارة الانطلاق على الأداء الممتاز هنا مع المركز الأول. لكن المركز الثاني تقدمت جلمودة أحمد بن عبد الله بن ناصر العمري، يتقدم على المركز الثاني ليقدم جلمودة على المركز الثاني، وأحمد بن عبد الله بن ناصر العمري، وأيضا الأسماء قادمة، الشعارات قادمة في هذه اللحظات. وصلت بهذا الانطلاق خيرة قادمة سيف بن سلطان الحيدي الكتبي، ولكن إيجاد راحت إلى الفوز، راحت إلى الانتصار، إلى الأداء الممتاز، إلى الانطلاق الرائع. محمد بن حمد العويسي من يقدمها، أبو حمد مع المركز الأول مع الانطلاق الرائع بالأداء المميز، بالأداء المشرف، بالأداء الجميل، بهذا الحضور الممتاز. إذا هذه إيجاد تحقق الفوز، تحقق الانتصار. وشكرا يا محمد، يا بن حمد، يا العويسي من قدمها بأداء ممتاز، انطلاق مميز، تصل الى خط النهايه، تعلن الفوز والانتصار. المركز الثاني خيره لسلطان سيف بن سلطان الحيدي الاكتبي، المركز الثالث العمري، والمركز الرابع حفله محمد بن عبد الله بن خليفه المهيري. التوقيت الزمني 4 دقائق و42 ثانيه، وساعه وصول ايجاد الى خط النهايه
لمحمد بن حمد العويسي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.